بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الاشباب. النهارده عيد ميلاد الحاوي النجم وليد سليمان لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي، بنقول له من هنا من برنامج الاشبال كل سنه وانت طيب يا حاوي. وليد سليمان احد نجوم الفريق الاول بالنادي الاهلي ما شاء الله، بالرغم انه ما خرجش من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن انا شخصيا بعتبره انه خرج ولعب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وليد سليمان دايما بيتميز بالروح، دايما بيتميز بالعزيمه، دايما بدوره القيادي في الفريق الاول بالنادي الاهلي وكمان وسط اللاعبين. وليد سليمان دايما ليه مقوله مشهوره بيقول ممكن في كره القدم نعمل فلوس، الفلوس ممكن تتعمل في اي نادي في اي مكان، لكن علشان تعمل تاريخ تعمل بطولات لازم تكون موجود داخل النادي الاهلي. من هنا من برنامج الاشبال بنقول للحاوي وليد سليمان كل سنه وانت طيب.